عمي هلا عمي، لازم قلنا ننزل الادب احسن. كان الوالد يقول الامتثال مقدم على الادب. الامتثال خير من الادب سيدي. انت سيدي. لا 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 والله انت تاج راسنا. انت البقيه الباقيه من العتره الحلوه. نحن لخدام جمعة. لا والله احنا لكم. سيدي انا سؤال واحد بسالك، شهر رجب عند الساده الصوفيه له مكانه كبيره، يعني انتم اول اجدادكم واباكم جداتكم وشنو علومهم بهالشهر الحلو؟ سيدي حمد الملا العرج الدائريه السوري كان يعني يعملوا له خاصيه شهر رجب. ايوه احنا بدنا يعني هالحكي. كانت جديتي تصوم من اوله. ايوه انا جديت ام حسين الله يرحمها كانوا يصومون. مو يبشر بلا كان يعني له خاصيه معينه. ابو مجدر يشرب فيه سجاير. اسال الله تعالى ان يتوب عليك. بارك الله فيك. المهم المقبره هون اللي جنبك ان شاء الله راضين عليك اهل المقابر. انا مقصر لكني يعني ما فاتح انا نويها يا شباب على روحكم. يا رب بهالشهر المبارك وانه يكون شهر خير وبركه عليكم وعليكم دوله الكويت ميرون حكومه الشعبين والمقيمين والجمع يا رب جميع الحمد لله. والله وحده الله يسلمك. في اذكار خصوصيه سيدي؟ خذ لك سبحه. بسم الله ما كفى. اي والله في استغفارات في هيك حكي منيح من سيدي الاعرج مشايخكم سيدي الحارون. انا عبد فقير. لا لا اي والله لست من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. لكن احنا معيتكم يا سيدي كل ما شاء الله. يا رب لا نبي احنا بركه كلامه لان النبي ان الوالد كان يقول الله يرحمه ويعقوب رفع يقول اشيعوا ذكر الله صلاه عليه وسلم يعني كل حديثكم خلوا الناس يقتدون فيهم يعني ان لم تكونوا كالكرام فتشبهوا ان التشبه بالكرام فلاحوا فلاحوا فذكر ان الذكرى تنفع يعني الناس يسمعوا شو الحكي المنيح برجب الرجبيه يا لطيف الاستغفارات الصلاه على الحبيب هكذا. اي والله كانوا قليلا من الليل يرجعون وبالاسحار هم يستغفرون اشار اليهم هم يستغفرون. الله يجعلنا منهم يا سيدي. يا رب امين انتم منهم سيدي. اللهم شكرا سيدي. معيتكم يا سيدي.